استاذ ماهر مساء الخير. مساء النور حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني احنا حضرتك دلوقتي بنعاني معاناه شديده. اصحاب المعاش حضرتك اللي بياخد من 250 و400 و500 جنيه يعيش ازاي؟ سؤال كده للسيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلبنا ان احنا ننزل بدايه التحرير ونزلنا. نزلنا عشان التغيير. ايوه. نزلنا عشان نحس ان احنا نعرف ناكل عيش. حضرتك الرشاد طه 500 جنيه دلوقتي الرشاد طه. التأمين الصحي ما فيهوش علاج. طب احنا عاوزين نعيش، عاوزين ناكل. مش لاقيين زيت، مش لاقيين اكل. مش لاقيين اهل تروح دروس. نعيش ازاي في وسط المجتمع اللي هو كل يوم السعر عمال يطلع على الغلابه والرئيس بتاعنا مش حاسس بنا. احنا بنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلاش نناشد وزراء. لا مش هنناشد وزراء تاني. احنا بنناشد الراجل المسؤول قدام مننا اللي احنا طلعنا عشان خاطره من التحرير. بنقول له ولادك تعبوا. يا سيادة الرئيس احنا بنموت. واللي ملقوش خير في اصحاب المعاشات ملقوش خير في مصر تعالها. اصحاب المعاشات ديت هم اللي كانوا شغالين. هم اللي كانوا بينتجوا للبلد. اصحاب المصانع والقطاع الخاص. يعني هو دلوقتي المستفيدين الناس الاغنياء من البلد. احنا قمنا بثوره عشان ناخد حقنا. مش عشان نبقى اكتر. حضرتك يا ريت الرئيس عبد الفتاح السيسي يشوف برنامج رساله من اصحاب المعاشات. الرئيس عبد الفتاح السيسي انظر للمعاشات، المعاشات بتموت. يعني انا ابقى حراميه. انا واحد من الناس لو ما لحقتش كده نفسي ابقى حرامي. انا دحين قابل على الهوا من على القناه بتاع حضرتك باسمي. انا هنبقى حراميه غصبا عننا. يا رئيس الحقنا. يا رئيس انا هموت قسما بالله. انتوا اللي بتحطونا تخلونا مجرمين. اصحاب المعاشات بيموتوا بينهاروا. طيب نسرق يا استاذ استاذ ماهر. أيوة. يعني طبعا انا كنت حريص ان انا ما اقطعش حضرتك عشان طبعا صدق الحاله وصدق الكلام وصدق المشاعر اللي انت فيها غني عن اي تعليق. رقم اتنين توجع قوي، بتوجع قوي الكلمات اللي زي دي. يعني واحد بيقول اهو رساله للرئيس السيسي يقول له احنا اصحاب المعاشات اللي اشتغلنا وطفحنا الكوته 30 40 سنه في البلد دي وعملنا دورنا، احنا دلوقتي مش لاقيين ناكل ولا ناكل عيالنا والاوضاع دي تجبرني ان انا ابقى حرامي. كلمة صعبة، كلمة صعبة، بس في النهاية يعني ما تقدرش تقول له حاجة. لما ابنه يبقى مش لاقي ياكل ولا مش لاقي يلبس ومش قادر يصرف عليه هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هو في ال بس ما تزعلش مني. الصحابي الجليل، الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري هو قال للراجل ده ايه؟ قال له عجبت لمن بات جوعانا ولم يخرج للناس شاهرا سيفه. الراجل ده مش جعان ولا حاجه ولا فقير. الراجل ده اتسرق. الراجل ده نهبوه. يعني هقول لك حاجه، الراجل الغلبان اللي بيقول لك ده انا غلبان صدقني مشارك في 620 مليار. ولما تقول له ليه معاشك منخفض يطلعوا لك المسؤولين، اصل كان بيدفع اشتراكات منخفضه عشان كده معاشه منخفض. وتقول لهم طب اللي كان بيدفع معاشات منخفضه يبقى معاه 620 مليار مش هفي غير الحاجات التانيه. ده كلام مش صحيح. احنا فعلا، انا اقول لك على حاجه، احنا خدنا، احنا وصلنا للمحكمه الدستوريه العليا الاسبوع اللي فات. خلاص خدنا ترخيص من المحكمه الاداريه بالمثول امام المحكمه الدستوريه العليا عشان يبقى لنا حد ادنى للمعاشات. طيب.